وحش قوي. واضح الكلام؟ واضح واضح طبعا يا باشا، زي الشمس في عز الظهر. طب قبضايا وفي طارق قديم بينه وبين حربي وزين، لكن رشانه والدهب ايه اللي يخليه حرض على قتلهم؟ ايه اللي بينه وبينهم؟ يمكن بسبب حكايه الخناقه اللي حصلت من مده في مستودع المعلمه انشراح، بين حربي وزين من ناحيه ورجاله رشوان من الناحيه التانية. جايز برضه، ولو اني شاكك ان الحكايه اكبر من كده بكتير، خصوصا ان رشانه والدهب اختفى تماما ومش عارفين نوصل له عشان نحقق نحاول ناخد اقوال. يمكن هرب بره البلد زي اللي بيهربوا. احتمال وارد برضه. الاسات اللي هو اخباره ايه؟ كويس الحمد لله. والمدام وحمزه والانسه اماني؟ كلهم كويسين، كلهم كويسين. الا الانسه اماني ما ردتش على سعادتك؟ بالحقيقه لسه ما ردتش، بس انت عارف المواضيع دي بتاخد وقت شويه. وبعدين زي ما انت شايف رؤوف، انا غرقان في الشغل، انا تقريبا لا بشوف اماني ولا بتكلم معاها. انا بس مش عايز الموضوع يسبب حرج لسعادتك. لو كانت الانسه اماني مش موافقه، يا ريت اعرف يعني. تأكد يا رؤوف، لو قالت لي رأيها هقوله لك مهما كان. ده اللي برجوه من سعادتك يا فندم. أرجو إني ما أكونش بتقل على حضرتك. لا 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 إطلاقا خالص. بعد إذنك يا فندم. اتفضل. بس أنا لسه مش فاهم برضه إيه ورقة الضد اللي أنت خليتني أمضي عليها دي يا حبيبي. دي الورقة اللي بتثبت إن المسابك ملكيتها الحقيقية في إيد الباشا الكبير. وإن العقد اللي إحنا مضيناه ده عقد سوري. يعني إيه سوري؟ يعني تبل وتشرب ميته. أبل إيه وأشرب مية إيه؟ شوف يا زين، المسابك دي ظاهريًا ملككم، لكن لا تقدروا تعملوا فيها حاجة، لا ترهنوها ولا تبيعوها ولا تتصرفوا فيها إلا بإذن نعيم بيه وموافقته، علشان في الحقيقة هي ملكه هو مش ملككم، والورق اللي أنتوا مضيتوه ده بيأكد الكلام ده. يعني احنا كنا في الاول طراطير ولسه لغايه دلوقتي طراطير برضو؟ لا زين، اراجوزات. اراجوزات يعني احنا على اخر الزمن بقينا اراجوزات انا وانت يا حربي؟ طراطير قاعدين يلعبوا بيهم؟ يعني احنا بعد كل اللي احنا عملناه ده ياخدوا هما وش القفص واحنا برضو بنداس بالرجلين؟ لو انت فال عملت له ام دي ام دي يا ابني، ما احنا لو ما كناش مدينه ما كناش اخدنا حاجه. واحنا خدنا ايه؟ ما احنا برضه خدنا شويه هوا في هوا يا اخويا. يا جماعه استهدوا بالله، اهدوا كده واسمعوني. الحكايه بتاعتكم دي ملهاش غير حل واحد بس. الحل ايه يا متر؟ اني ورق الضد ده يختفي. يختفي؟ يختفي ازاي يعني؟ عندك حل؟ المسألة دي سيبوها عليا أنا وأنا هتصرف. المهم تركزوا في اللي أنتوا فيه وسيبوا الباقي على ربنا وصلاح بحر. أماني تعالي ساعديني نجهز العشاء، أكرم زمانه جاي. أماني هاي أماني. إيه يا منى؟ أنت كنت بتقولي حاجة؟ ايه يا بنتي السرحان ده كله؟ عادي يعني. فعلا هو دايما بيبقى في اوله صعب. هو ايه ده اللي صعب في اوله؟ الحب يا حبيبتي الحب. حب ايه يا منى؟ انا ماليش في الكلام ده. امال الجو الحلو اللي انتي عاملاه ده كله، بصراحه هو يستاهل. هو مين ده اللي يستاهل؟ رؤوف. انت دماغك راحت لبعيد قوي، رؤوف ده اصلا مش في دماغي خالص. امال الجو ده كله عاملاه لمين؟ عادي يعني، لنفسي. عليا انا برضه يا اماني. أماني افتحي لي قلبك وصرحيني، لو في حد في حياتك أو في حاجة في قلبك قولي لي، وأنا أوعدك إني هساعدك وأحاول أقنع عمو حسنين وأكرم بكل اللي أنت عايزاه. بصراحة يا منى، بيني وبينك فعلا أنا عايزة حاجة مهمة جدا. إيه يا حبيبتي؟ نفسي أنام لأني تعبانة جدا. ماشي يا أماني، بس أعرفي إن مفيش حاجة بتستخبى. تصبحي على خير.
ايه ده يا عدل؟ هو انت خارج؟ ايوه. انت مش قلت ان احنا هنتعشى بره النهارده؟ قلت، لكن الليله مش هينفع، عندي شغل مهم، خليها ليوم تاني. طب ما انت كل يوم عندك مواعيد وشغل، وانا بقى بصراحه خلاص زهقت، زهقت من القعده لوحدي، زهقت من الحبسه في البيت. شغل اللي مش عاجبك ده يا هانم هو اللي معيشك في النعيم اللي انت فيه. خلي فاتحه جهز لك اي لقمه تاكليها، بس ما تستنينيش، نامي، جهاز اتاخر. انت ما بقتش عايشه دي. والله لو مش عاجبك العيشه معايا تقدري تروحي تعيشي مع امك. الو الو الو، سفاله وقله ادب. الو، انت اللي اتصلت من شويه على تليفون البيت؟ وعرفت منين انه انا؟ انا اللي بسال، انت اللي اتصلت؟ ايوه. انت مجنون، تاني مره اقعد اتصل على تليفون البيت، ولو عايز سجل الرقم ده عندك، ده رقم موبايل. حلو. هي ايه دي اللي حلو؟ النام. طيب هو انت ايه اللي خلاك تتصل؟ اصل من ساعة ما تقابلنا لا كلمتيني ولا سألت فيا، فقلت اتصل اطمن عليك. تطمن وبس؟ بصراحة لا، اصلك وحشتيني. أرجوك يا صلاح بلاش الكلام ده. هي دي الحقيقة يا ميسة، توحشتيني قوي قوي. يعني انت عايز تقول انك نسيت اللي فات وانك مش زعلان مني باللي حصل زمان؟ اللي حصل حصل. عارفة الفترة اللي قضيتها في السجن كان كل تفكيري ان اول ما اطلع ادور عليكي لحد ما الاقيكي واقتلك كده. يا صلاح كنت هون عليك، بس اول ما شفتك كل الغضب اللي جوايا اتبخر في ثانية. اكتشفت ان انا زعلي منك ده بسبب اني بحبك، بحبك بجنون. ساعتها كنت عايز اخدك في حضني ما سبكيش تاني ابدا ابدا. بجد يا صلاح؟ اسألي قلبك حتى هو يقولك. ميسا أنا مش قادر أعيش من غيرك، حياتي من غيرك الموت أحسن منها. كفاية يا صلاح أرجوك كفاية. هي دي الحقيقة ميسا، أنا محتاج لك، محتاج لك جنبي ضروري. صعب يا صلاح، صعب أوي. طب لو قلتلك عشان خاطري. صلاح أنا لازم أقفل دلوقتي، تصبح على خير. ايه الاخبار يا عدل؟ الولاد مضوا العقود وبكره خلص الاجراءات وهم بيروحوا يستلموا المسابق. ورقه الضد اتمضت وعندي في الخزنه هي وبقيه الاوراق السريه يا باشا. ايوه كده يا عدل، خلينا نفوق ونشوف شغلنا بقى. ايوه يا باشا، بس الحقيقه كان في حاجه قلقاني كده. ايه اللي قلقك بالظبط؟ يعني الولاد دول اذكياء وحركين وقلبهم ميت يا باشا، بس بالنسبه لموضوع المسابق ده يعني اداره المسابق دي هيعرفوا يديروها. الحقيقه انا مش عارف، ما
هيعرفوا يدروها ولا هيعكوها؟ يعكوها زي ويبوسوا زي العيال دي موهوبين بالفطرة وأكيد هيعرفوا يتصرفوا. طب افرض يا باشا ما عرفوش، ساعتها نجيب أي حد يدير المسابك وهي تفضل مكتوبة باسمهم وبس. عزام يا باشا، عزام جاهز ومستعد يقوم بالمهمة دي في أي لحظة يا باشا. أنت إيه حكايتك مع عزام يا عدلي؟ مش ملاحظ إن دي تاني مرة تلمح لي فيها إن عزام مستعد يمسك المسابك؟ يا باشا أنا كل همني يا باشا مصلحتك يا باشا. وبعدين يعني عزام ده راجل بتاعنا ومننا وعارفينه كويس واشتغل معانا كتير وعارفين كفاءته يا باشا. عموما يا باشا مش عاجبك عزام خلي عنتر، يعني هو ممكن يقوم بالمهمة دي. يا باشا أهم حاجة يا باشا المسابك تشتغل وما توقفش يا باشا. خلاص خلاص أنا هحط النقطة دي في اعتباري وهاخد فيها القرار المناسب في الوقت المناسب. بلاش نسبق الأحداث، نشوف الأولاد هيتصرفوا إزاي وعلى ضوء ده هنقرر. بقول لك يا حرب، ايه في حاجه كده قلقاني وخوفاني موضوع المسابك دي. طب مش هتبطل قلق يا ابني؟ ايه اللي مخوفك؟ الراجل اسمه عزام ده، شفت عمل ازاي لما عرف ان احنا اللي هنمسك المسابك؟ ده كان عايز يبقى في زماره ترقبينا ويخلص مننا خالص، بانه كان طمعان في الجمل بمحامل ولا ايه؟ ما تقلقش يا زين، العجله هتدور ومسير يومه هيجي. ايوه بس برضه موضوع المسابك ده يقلق يا حرب، هنعرف احنا ندوره ونمشيه ولا هتبهوأ مننا وتتطربق في نافوخنا في الاخر؟ خليها على الله يا عم زين، خليها على الله. يا عم حرب ما كله على الله. الله بس في ناس كتير قوي طمعانه فينا، نفسهم قوي ان احنا نقع ويشمتوا فينا ويخلصوا منا. بص يا عم زين، طالما احنا عارفينهم هنعرف ازاي نوقف لهم ونتقي شرهم. بس انا ليا طلب عندك، هو طلب سخيف شويه يعني لو ينفع. ممكن تبطل التشاؤم وتجرب التفاؤل ولو مره واحده ما كانش يرجع تاني يعني، مفيش مشاكل. حاضر حاضر يا عم حرب. طيب هنجرب. اطلع انت بقى نام وبكره الصبح نروح نجيب لنا عربيه معتبره كده عشان نروح نستلم بيها المسابك. انت تروح فين؟ لا انا هروح بقى شقر على المعلمه انشراح، انت عارف الست غلبانه يعني وقاعده لوحدها، مش واجب برضه؟ واجب يا صاحبي. حبيبي. بتشقى يا صاحبي. ايوه ايوه جاي اهو، واحد ما يعرفش يريح. ازيك يا بنت يا سارة؟ ان شاء الله تسلم يا معلم، وحياة النبي كان قلبي حاسس ان انت، ما هو محدش بيجي لنا بالليل غير حبيب قلبي يا ابو قلب رهيف. انت يا معلمه نمت ولا ايه؟ لسه طالعه اوضتها، تحب اطلع انا صحيها ولا تطلع انت؟ لا عندك انت، اطلع انا صحيها. حبيب قلبي انت يا بتاع الليل واخره يا حنين. يعني زهزهت بالقوي يا زين؟ شكلها كده يا بركه. ان شاء الله قريب قوي اروح اجيب دعاء وارجعها الحته بقى، احقق لها كل اللي بتحلم بيه واصحابها من الكباريه والقرف اللي هي عايشه فيه ده. ربنا ينولك اللي في بالك، انت متهور صحيح بس ابن حلال. بس بقول لك ايه، اوعى بقى انت والواد حربي بقى تنشغلوا في المسابك دي وتسيبوني، انا ما اقدرش اعيش من غيركم يا زين. ايه ده الهبل اللي انت بتقوله ده؟ انت معانا على طول يالا بركه، رجلك على رجلنا وايديك في ايدينا على طول، عمرنا ما نستغنى عن بعض يالا. ربنا يخليك ليا يا زين، دايما جابر بخاطري. اصل انت وحرب اللي طلعت بيكم الدنيا دي. حبيبي يا بركه. بالهنا والشفا. انا من ساعه ما سمعت خبر ابضاي وانا قلت رشوان ورا الحكايه. مفتري وسافر ويده طايله. رب الكبيره معلمه، بيسلط ابدان على ابدان. بس هو غرف قاله مصيبه. محدش عارف يا معلمه، اختفى خالص رشوان ده. بيقول يعني انه هج وهرب بره البلد. 60 داهية يكشي غور ما يرجعش. بس ما تعرفش المسابك بتاعته مصيرها ايه دلوقتي؟ وانا بقى جالك عشان كده معلمة، انا مؤاخذة يعني. اصل انا وزين عقبالي عندك يعني اشترينا المسابك. اشتريتوها؟ ازاي؟ واشتريتوها منين؟ فاكرة يا معلمة المقاول اللي اسمه عنتر اللي كنت جبت من عنده نقطة الخردة التقيلة دي؟ ماله ده؟ انا وزين بقى عملنا معاه كام نقله حلوين قوي وطلعنا من وراه بقرشين كويسين. قوم لما رشوان خلع وساب المسابك كده من غير صاحب، قمت انا وزين راشقين على طول واشتريناها، دفعنا المقدم وعنتر يعني ضمننا بالباقي. حا
حربي انت بتتكلم بجد ولا بتهزر على المسا؟ وده منظر واحد بيهزر يا معلمه. بقول لك اشترينا المسابق ودفعنا المقدم وهنستلمها خلاص. طب هتدفعوا باقي التمانيه منين؟ اهو ربك بيرزق بقى، مسابق هتشتغل وتدور وتجيب ومن راعه يعني هنسدد بقى الباقي بتاعها وهو يبقى من دقن وفتله يعني. اه قول كده بقى، يعني انت وزين ناويين تسيبوا الشغل عندي؟ تسيبوني وتخلعوا يعني؟ ازاي معلمه؟ ما ينفعش خالص، ما نقدرش نعمل كده، واحنا نقدر نستغنى عنك برضه. ما انت كلامك هو اللي بيقول كده وانا جبت كلام من عندي. يا معلمه دي سبوبه ما كانتش على البال ولا على الخاطر، ممكن تخلي البليه تطلع لفوق والكيكه تطلع في العالي. وانت وسيزين بقى هتعرفوا تديروا المسابك دي ولا هتخربوها وتجيبوا اجلها وهات ورا هات؟ امال انا جيت لك ليه يا ست الكل؟ البركه فيكي بقى. تقصد ايه يا واد؟ قصدي يا معلمه ان انت ست المعلمين وعجنه سوق وخبزه ودهزه كويس قوي والحديد ده لعبتك، فمش هنلاقي يعني احسن منك يدير المسابك ويمسكها. جرى ايه يا حربي؟ انت اتجننت في دماغك ولا ايه؟ هي القوالب نامت والنصاص قامت تلف الايام وتجيب ورا وقدام عشان انت وسيزين تشغلوني انا عندكم؟ حاشا الله يا معلمه، ما تقوليش الكلام ده، محدش يستجرى يقولها ببقه حتى. ده انت معلمه المعلمين وست الكل واكبر راس في المنطقه كلها. انت هتبقى على راسنا من فوق وكلمتك نافذه على الكل، وانا وزين اولهم. واحنا يعني يا معلمه مهما علينا ولا حاجه احنا برضو رجالتك ولحم كتافنا من خيرك. اظبط كلامك كده وتظبط معايا. ومستودع الخرد يا اخويا هعمل فيه ايه؟ مستودع ده خلاص يا معلمه، مبقاش من مقامك بقى. يعني ايه؟ اقفله؟ ابيعه؟ اوديه في انه داهيه؟ لا ده ولا ده، احنا هنسيبه للواد بركه يمسكه ونجيب له اي حد يساعده. حد زي مين؟ اي حد يعني، ممكن عم نوفل ابو دعاء مثلا، راجل امين وتابعنا ويحب يخدمك بعينيه، ويعني هتبقى الخير هيعم على الكل. توردي مثلا ايه للمسابك من المستودع بتاعك الخامات بالسعر اللي انت عايزاه، ويعني هتبقى مصلحه واحده عشان الكيكه تطلع في العالي بقى. طب لو حبينا نمشي الكلام ده نمشيه من امتى؟ احنا بكره الصبح ان شاء الله هنروح نمضي ونستلم المسابك، وساعه ما نستلمها هتبقى انت المديره وكلمتك نافذه على الكل. انت حاسبها في دماغك يا حربي ومرتبها على الاخر؟ ما اللي يحسب الحسابات في الهنا يبات يا ست الكل. ها قلت ايه؟ قلت عايزه افكر. دوختني، خليتني الف كده حوالين نفسي وانا قاعده جنبك، وديتني دمياط ورجعتني، بتدوخني ليه؟ سلامتك من الدوخه يا ست الكل، قولي على البركه بقى. طب حربي سيبني افكر شويه، ده موضوع كبير يا معلمه، ده مصلحه حلوه والخير هيعم على الكل وهنطلع لفوق. نفسك يا حربي، نفسك تطلع لفوق 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 قوي، نفسك. تعبت من العيشه اللي تحت يا معلمه، وشفت كتير قوي في دنيتي، مش معقول يعني لما الواحد تجيله فرصه تنطره لفوق يقول لا. بركي بقى، بركي عشان قلبي يرتاح. انا مش هبارك ولا هوافق غير لما توعدني بوعد الاول. اوعدك بايه؟ اوعدني يا حربي ان مهما عليت وعليت وانا عارفه انك هتعلى لفوق، ما تخليش حاجه تاخدك مني. ده انا اوعدك وابصم بالعشره ان عمري في حياتي ما ابعد عنك ابدا. اكرم. ها؟ انا رايي تقولي رؤوف يصرف نظر عن موضوع اماني ده خالص. ليه؟ هي قالت لك ان هي مش عايزاه؟ يعني مش بصراحه، هي فزوره من غير ما تتنرفز وتزعق. الظاهر ان اماني في حد تاني في حياتها. قالت لك مين؟ لا. امال انت عرفتي ازاي؟ احنا ستات زي بعض وبنفهم بعض كويس. اكرم مالك؟ مفيش حاجه. ما تقلقش، تلاقي حد من زمايلها في الشغل ودلوقتي بيرتب اموره عشان يجي يتقدم لها، وبعدين هنعرف كل حاجه. تصبح على خير. وانتي من اهل. اش اش اش، ايه ده كله؟ ايه ده كله يا رجاله؟ كلهم فضلة خيرك يا معلمه. اتفضلي يا ست الكل. لا ولايقه عليكم. لا. كأنها معمولة علشانك يا حرب. ربنا يخليك يا رب. اتفضلي يا معلمة، اتفضلي. فاكر يا زين أول مرة دخلنا فيها المسابك دي؟
حاجه تتنسي يا عم حربي. ده احنا يا دوبك عدينا من جنبها وقافلين لحد القطنه. ولما دخلناها دخلناها زي الحرميه بالظبط عشان نسرق تريلا ونجيب حق المعلمه. فاكره معلمه؟ ودي حاجه تتنسي؟ بس النهارده داخلينها معلمين واحلى تعظيم سلام ليكوا وانتوا داخلين، صح ولا لا؟ واقفه ليه يا معلمه؟ ما تيجي تتفضلي اقعدي. المكان ده كله بقى بتاعنا خلاص. اقعدي يا معلمه نوري مكتبك. انا اقعد على المكتب ده؟ ايوه طبعا، يا احلى معلمه في مصر كلها. الله الله الله، ايه القبهه دي كلها؟ وبكره مين عالم احنا رايحين فين ان شاء الله. بعد اذنكم يا اساتذه. اتفضل. ابراهيم محمد خلف المدير التنفيذي للمسبح، ودول الاخوه رؤساء الاقسام، شؤون قانونيه، شؤون فنيه، شؤون هندسيه، الخ الخ الخ. اهلا اهلا استاذ ابراهيم. اهلا وسهلا، احنا جايين نهني ونبارك ونتعهد امام الله ان احنا نحط ايدينا في ايديكم عشان المسبح يحقق اعلى ايرادات من الارباح. متشكرين يا استاذ ابراهيم، هو ده يعني العشم برضه. ربنا يخليك. في حاجه يا استاذ ابراهيم؟ بصراحه يا فندم في بعض المشاكل الصغيره كنا عايزين نعرضها على سيادتكم. خير يا استاذ ابراهيم. الوضع المالي يا فندم للمسبك لا نحسد عليه، رشوان بي قبل ما يمشي سحب من خزنه مبالغ ماليه كبيره جدا. وده اثر على السيوله الماليه لصرف المرتبات للعمال والموظفين الشهر ده. والموردين رافضين يوردوا لنا الخامات. والانتاج دلوقتي شبه واقف. وناس كتير من العملاء بيهددوا بفسح عقودهم معانا. ده غير فوائد البنوك المتاخره والتامينات الاجتماعيه ما اتدفعتش. والعمال متضايقه وبيطالبوا بزياده الاجور. من الاخر يا اساتذه، الموقف المالي للمسبك لا نحسد عليه، ولما كنتوش هتاخدوا قرارات حازمه المسبك هيضيع مننا. نسيت اعرفكم بالمعلمه انشراح. معلمه انشراح هي المديره التنفيذيه الجديده ورئيسه مجلس اداره المسابق كلها. وهي ان شاء الله اللي هتقعد معاكم بقى وتدرس كل الكلام اللي بتقولوا عليه ده، وبعد كده تعرضوا علينا في مجلس الاداره، ساعتها نبقى ناخد بقى القرارات اللازمه. طيب بالاذن احنا بقى معلمه، احنا معتمدين على ربنا وعليك. ها شد حيلك، يلا بينا زين. يلا عم حربي، يلا يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. استعنا على الشعب الله. ها يا اساتذه، ايه مشاكلنا بقى؟ مشكله تلو المشكله. الحكايه كده باين عليها منيله ب60 نيله. الوحده اللي كنا فاكرينها هتزهزه معانا هتلاقيها خربانه والسوس معشش جواها. هنشرح بقى تتصرف. هنشرح دي هتعمل ايه ولا ايه في البلاوي دي كلها؟ بقول لك ايه، هنشرح دي تفوت في الحديد، يعني لو هي ما عرفتش تتصرف والله ما حد عارف يعمل اي حاجه. يا عم اطلع على عدلي يا عم، مش هو ده اللي وكسنا الوكسه السوداء دي؟ على رايك. عدلي بيه في الوقت ده بيكون في المحكمه، وللاسف الشديد ما بيجيش الا بعد الظهر. فحضراتكم لو عايزين تسيبوا اي خبر او اي حاجه اقولها له انا مستعد. لا لا متشكرين. هنعمل ايه دلوقتي؟ روح العنطر. ايش 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 ايه الحلاوه دي؟ ايه انتوا استلمتوا المسابك؟ اه سكناها واستلمناها. طب يا سيدي مبروك يا اخوي. مبروك على ايه؟ يا المسابك دي اتقال عليها مبروك؟ دي اتقال لك يعوض عليكم ربنا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ المسابك دي كنز منجم ذهب. شوف يا عنتر بيه، انا لو حد غيرك قال لي الكلمتين دول كنت قلت له في وشه انه كذاب. لكن انت ما اقدرش اقول لك الكلمتين دول لانك صاحب فضل علينا وجدع معانا. لكن تقول لي بقى كنز ذهب ومش كنز ذهب، هو ده كلام ما يخشش العقل. ايه اللي انت بتقوله ده؟ فهمني ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المسابق دي طلعت خربانه، ما فيهاش مليم واحد يوحد ربنا، وعليها ديون متلتله ومشاكلها ياما. بقى هي دي المكافاه الكبيره اللي الباشا الكبير بيكافئنا بيها؟ حربي الكلام اللي بيقوله زين ده مظبوط؟ امال احنا لا مؤاخذه يعني جايين نسير معاك عن تربيه؟ ولو كلامنا ده مضايقك في حاجه ولا وجودنا مزعلك احنا ممكن نمشي من سكات. طب اقعدوا اهدوا اهدوا، فهموني ايه اللي حصل بالظبط. اقعدوا. انت متاكد من الكلام ده يا كيمو؟ عيب يا باشا، ده انا شايفهم بعناية اللي هياكلهم الدود دول وهم داخلين المطيه بعربيه اخر قبها. عدوا على المعلمه انشراح في البيت خدوها وقاموا خالعين. تعرفش جابوا الفلوس دي منين؟ معرفش يا باشا، سبحان العاطي الوهاب بلا حساب. سيبك من الكلام ده يا كيمو وقول لي الحكايه. اقول لسعادتك، اصل الواد حربي اليومين دول لايف على المعلمه انشراح. وما ادراك ما المعلمه انشراح؟ ذكيبه فلوس متنقله
بعد الوقت حربي ده واد مش سهل، وبرضه الستات في السن ده بيبقى سن حرك، فالوقت حربي تلاقيه عمل لها غسيل مخ، فخلاها تجيب له العربيه تعيشه العيش الفخفخينه اللي هو عايشها دي. وعدنا يا رب. الصحفيه اللي اسمها اماني جت المنطقه تاني؟ لا يا باشا ما جاتش، من اخر مره قطعت رجلها من الحته. ما تعرفش اذا كانت بتقابل هي وحربي ولا لا؟ لا يا باشا دي صعبة أوي أعرفها، خصوصا إن المعلم حربي اليومين دول عامل زي فرق علوز، طالع داخل في المنطقة بقاله كتير أوي. تعرفش بيروح فين؟ بيقابل مين؟ لا يا باشا معرفش، بس أكيد سعادتك تعرف، مش أنتوا الحكومة يا باشا؟ ده أنتوا تعرفوا كل حاجة، ولا أنا غلطان؟ اتكل على الله دلوقتي ووليني بالأخبار أول بأول. تأمرنا يا باشا، تأمرني، ما أنا قلت لك أنا خدامك. يلا. يبقى رشوان خربها قبل بيغور. واحنا بقى اللي هنشربها مش كده؟ انا سابق قلت له المسابق دي منجب ذهب، بس اللي يعرف يديرها زين ما العزام هيموت عليها ليه؟ طب والعمل ايه دلوقتي في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ خصوصا ان عادل بيقى لنا واحنا بنمضي العقد اننا لازم نورط حصه الباشا كل اول شهر، والا نهايتنا تبقى سودة. والايرادات دي هجيبها منين اذا كانت المسابق متنيله بستين نيله مش شغاله وحالها واقف؟ انا ممكن اساعدكم في الحكايه دي. ساعدنا ازاي؟ ابعت لكم وفيدو كام راجل كده يدور لكم مسابق لحد ما توقف على رجليه. قلت لي واضح ان مش عزام بس هو اللي كان طمعان في المسابق يا صاحبي. لا لا يا زين، اوعاك تفكر في كده، اوعاك تفتكر ان انا بستكتر اللي في يدكم، ربنا يبارك لكم فيه. انا عندي كتير والحمد لله، عندي كتير يكفيني وزياده. امال ايه لازمته طب الكلام اللي انت قلته ده؟ انا غرض اسعدكم، مش عايزين بلاش، المسابق عنديكم شغلوها زي ما انتم عايزين، بس اوعاكم عينيكم تتحط على اللي في يدي غيركم، غيركم اللي بيحبكم ويقف جنبكم. ها ده مش كلام عنتر بيه اللي احنا نعرفه، ده ده كلام عزام اللي بيكرهنا وعايز يكرهك فينا ويستعديك علينا. انا سبق وقلت لكم الشغلانه دي خطره، الغلطه فيها بفوره، عشان كده لازم نحط يدنا في يد بعضينا، لكن لو وقفنا لبعضينا هنروحوا في 60 داهية. وادوكوا شفتوا اللي حصل لرشوان. احنا عمرنا ما نقف ضدك عن تربية، ومسير الايام تثبت لك ان احنا رجالة قوي وجدعان قوي قوي ومش قدلات الاصل، وعمرنا ما نعض الايد اللي اتمدت لنا. ويا ريت تعاملوا عزام بنفس الطريقة. ليه؟ عشان هيبقى فيه شغل بيناتكم كتير، مفهوم؟ والله بقى يا نحلة انا تقرصيني ولا عايز منك عسل. لو عزام ده يسيبنا في حالنا محدش فينا هيهوب ناحيته، ولا عايزين منه لا خير ولا شر، بس عليا النعمة لو خان ولا غدر ساعتها بقى يبقى البادي أظلم، والعين بالعين والسن بالسن، ويا روح ما بعدك روح. اتفضل يا فندم. رؤوف، حربي أبو العينين المهدي عايزك من بكرة تحطه تحت المراقبة. ليه يا فندم؟ حصل منه حاجة جديدة؟ جات لي إخبارية إنه جاب عربية جديدة ومقضيها بالطول والعرض، معاه فلوس كتير، وأنا عايز أعرف جاب الفلوس دي منين؟ مش عيب يا فندم الواحد يكسب ومعاه فلوس كتير. إلا لو كانت بطريق غير مشروع. هو حضرتك شاكك فيه في حاجة جديدة؟ شاكك إنه بيعمل حاجة غلط ولازم أعرفها. تحت أمرك يا فندم. أنا عايزك أنت بنفسك تتولى المأمورية دي، ومن بكرة تديني تقرير يومي عنه، مفهوم؟ اللي تقول عليه يا فندم. صباح الخير. تفضل يا رشا. في حدا؟ الجماعه في تركيا بعتوا لك الايميل. وريني كده. اتفضل. اطلبي لي عدل على التليفون. الو، اي عدل بيه؟ الباشا عايز حضرتك ثانية واحدة. اتفضل. هيا عدلي، الجماعة بتوع تركيا بعتوا رسالة بيقولوا إن الشحنة هتوصل بكرة المينا في اسكندرية. أنا عايزك تتصل بعنتر وعزام وحربي وزين، لازم تقابلهم الليلة دي ضروري، تقعد معاهم وتنسقوا كل حاجة، مش عايز أي غلطة تحصل. فهمهم انهم لازم يجهزوا للعملية دي كويس قوي. انا عايز العملية تتم بشكل بسيط وسلس من غير اي مشاكل، مفهوم يا عدلي؟ يلا.
هو حربي وزين هما اللي هيسلموا الشحنة المرة دي ويوصلوها المخازن عنتر يا باشا؟ أيوه، حربي وزين هيستلموا الشحنة وهم اللي هيوصلوها، وده هيبقى امتحان حقيقي ليهم ولكفائتهم. وعلى ضوء الامتحان ده يا رشا أمور كتير قوي هتتحدد. رشا. أيوه يا باشا. اطلبي لي مكتب عزيز بيه، شوفيه هو فين دلوقتي وبلغيهم ان انا لازم اقابله ضروري النهارده. اظن دلوقتي يا رجاله اتكلمنا في كل المشاكل وازاي نعرف نحلها. اتفضل. ان شاء الله تتحل يا فندم. اتفضلوا بقى على مكاتبكم عشان ما تعطلوش نفسكم. السلام عليكم. مع السلامه. عملت ايه يا معلمه؟ خير بت؟ وعدلتها. عدلتها ازاي؟ دلوقتي المشكلة بتاعتنا ايه؟ ان مفيش ايرادات من العملاء عشان مفيش انتاج، ومفيش انتاج عشان مفيش مواد خام بتخش هنا المسبك. ليه بقى؟ لان كل تجار الخردة اللي في السوق رافضين يجيبوا حتة حديد قد كده للمسبك عشان الاسعار اللي حاططها رشوان الزفت اللي مش عاجبه ولا تاجر طبعا. انا اتصلت ببركة قلت له يلم كل الحديد الطفش اللي عندي في الساحة وفي المخازن ويجيبوا لي على هنا، ويكلم كل مستودعات الخردة اللي في البلد يقول لهم المعلمة انشراح عايزة بكرة يبقى عندها حديد، يتصرفوا ويجيبوا لي كل الحديد اللي عندهم. كده هيبقى عندنا مواد خام، هيبقى عندنا انتاج، هيبقى عندنا ايرادات، ونقبض الناس وتبقشش معاه. واحنا هنجيب فلوس الخردة دي منين؟ اعتبرها اتدفعت خلاص. مين دفعها؟ ما تبطل غباوة بقى يا واد يا زين. بس ده كتير قوي يا معلمة بصراحة. مفيش حاجة تكتر عليك يا حرب انت وزين. وبعدين هو انتوا مش قلتولي ان احنا كلنا كده هنبقى واحد ومفيش فرق بينا؟ اعتبره دين يا سيدي. أول ما المكان يشد حيله سدد لي أول بأول وبالتقسيط كمان. شو قلت لك؟ تفوت في الحديد. ربنا يخليكي لينا يا معلمة يا رب. يا أجدع معلمة في مصر كلها.